صاحبي بلوز، انت راك قلت اتهام خطير جدا، انه فما مسيرين من نداء تونس من جبهه من الاتحاد عطاو برشا فلوس باش يخلطوا الامور في سلينا، يجيبوا عباد من خارج سلينا ويخلطوا الامور سليانة. وتقول انه المعلومات اكيده وانه كي حقوا معاك تقول شكون. اي نعم، لا ما نقولوا شكون، تو خلي معك تحقوا معايا تو نقول وقتها تنقول شو نقول. وقتها تقول انا عندي شو نقول، عندي شو نقول وواضح قدامي الامر، وساكشف ان شاء الله هؤلاء الناس وربما حتى بالاسماء. المشكل كل مظاهره سنكشف الاطراف، والاطراف هذه عمره ما كشفها حد. معناتها هاني تكلمت من 9 ابريل وانت جاي، انا تكلمت اطراف تحرض اطراف. ليه ما تكلمت على سيد شكري بالعيد من غير ادله؟ معناتها كيفاش عمل دفع فلوس سيد شكري بالعيد في كل من بيعمل حبل في كل ليه ليه. راجل عامل روحه انه تصريحات ونهار كل يكذب على الشعب التونسي، ونهار كله عامل روحه داير فيها بطل. هو كان عميل للامن وكان ياخذ في الاموال في عهد بن علي، ياخذ في مصوات، هذه حقيقه. واذا يحب نكشف له نكشف له انا، هو هاتي تحداني برك. كان بوليس سياسي يعني، كان يخدم في ادوار مريبه، والان عم روحه ثوره وبطوله ومعارضه، فليصمت خير له، لانه اذا كان استفتحوا تو ونهبطوا للمستوى نتاع الفضايح تو تكشف. لما ثم شكون هدد وسكت فتره باش يخرجوا مصارنه، وانا عندي الخيوط اللي توصل باش تخرج له ألعيبه. نحن مع كل الشرفاء والنزهاء يا اخوي، عرضني نحترمك، انا ناس كل نحييهم ونحترمهم ونسلم عليهم ونقبلهم، لكن شكري بالعيد لا، ما نعملش مع الشهيد وامثاله. علاش؟ لان انا نحترم الشرفاء وما نحترمش الناس اللي تتلاعب. الاتهام الثاني اللي عندك معلومات عليه انه شكري بالعيد كان نعم يخلص من عند الامن قبل. نعم واضح. نعم. مواطن